صباح الفل عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اعادة تدوير لصينية قديمة عندي اهي. الصينية دي كان عليها بتاع، شلت كله، طبقة بلاستيكية اهي. فان شاء الله كل اللي هنعوزه فرشة لكي ابيض، لون ازرق، ده بخمسة جنيه وده بخمسة جنيه، واللاكيه باتناشر جنيه، والفرشة باربعة جنيه. اوكي، يعني الموضوع كله مش هيكلف كتير خالص، لان اللاكيه اتعمل منه كذا حاجة قبل كده. فانا هبدأ اول حاجة ان انا اعمل لون اللي هشتغل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، عشان ما ينشفش ضغطت على طول. انا عايزة اعمل لون فيروزي او لبني، باذن الله يطلع معايا كويس. بسم الله، هحط نقطة واحدة صغيرة عشان مش عايزة اغمق، ولو غوصت تاني اهو. هو ده اللون الفيروزي اللي هو السماوي اللبني الفاتح. اللون ده حلو جدا وموضة كمان، هشتغل بيه، ولو لقيته خفيف هزود وادي طبقة تانية منه على حسب ما يشتغل معايا. اوكي، هبدأ بسم الله كده. متمليش الفرشة قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اكمل وارجع لكم تاني. انا دهنتها كلها اللون اللي انا عملته الخفيف ده، الفيروزي الخفيف. دي اول طبقة اسمها بطانة. اوكي، يعني ايه بطانة؟ يعني دي الطبقة الاولانية تنشف، اديها الوش الاخير اللي هو الفينيش بتاعها. تمام، علشان خاطر هي الصينية بتاعتي فيها تشجيرة من الاول وفيها الطباعة، فانا شلت الورق الطبقة اللي هي المسلفينة دي، فطبعا اتخربشت كتير، وفيها الوردات مكانها اخضر واحمر والالوان دي. فانا ما ينفعش ان انا ادهنها مره واحده، لازم اديها وش بطانه الاول وبعد كده اديها وش الفينش بتاعها اللي هو الوش الاخير، ونشوف الديكور بتاعها في الاخر هيبقى ازاي. فانا دلوقتي هسيبها تنشف ونرجع مع بعض اعمل الدرجه الفيروزي اللي انا حباها، اللي هي هتبقى الدرجه الوش الاخير باذن الله
بعد ما ينشف الوش ده معاك. اوكي انتظروني بقى لما تنشف نرجع نكمل مع بعض. ورجعنا تاني، ادي شكلها بعد ما نشفت. هديها بقى الوش التاني، ده البطانة زي ما قلنا اهو، عملته اغمق تكة بسيطة. هنبدأ مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بالمنظر ده. تحاول ان الفرشة تمشي اتجاه واحد علشان ما تلطش معاك الشكل النهائي، وكل ما كانت خفيفة تعيدي عليها تاني علشان اللي تحت يتدارك وتديكي النتيجة اللي انت محتاجاها. بالمنظر ده، والجناب والأحرف كل حاجة تحاول ان انت تغطيها علشان شكلها النهائي يبان من غير اي تلطيش واي تعرضات. بالمنظر ده هخلصها ونرجع مع بعض نشوفها ان شاء الله. ادي شكلها بعد ما ضربتها اللون الفيروزي او السماوي وبالابيض وبالقطنة بتاعت الودان وبشوية لكي ابيض، بحدد البرواز بتاعها الحروف ونقطت جوه. تمام، وهوريكم معايا برضو كمل بقية البرواز بتاعها اهو. لقيت ان دي بتبقى اسهل من الفرشة. الفرشة ممكن تسيل مني وتدخل جوه مكان انا ما خلصت. تمام، بالمنظر ده هو عاوز صبر بس، واحدة واحدة علشان ما تنقطيش برا او تسيلي جوه تبوظي كل اللي انت عملتيه. وبتتساب تنشف تماما، وبعد كده بتديها الوش اللي هو بتاع الورنيش، بيحفظها طبعا من التقشير او من التجريح او لما تيجي تغسليها، الورنيش اللي هو الشفاف. تمام، هو يستحسن انها تتحط، انها يتحط لها ورنيش ان وجد، ما وجدش خلاص، بس هو يستحسن ان هو يتحط لها طبعا للحفاظ عليها اطول مدة ممكن. اوكي اهو، يا رب بس تكون ظاهره معاكم اهو في الكاميرا. تمام، بالمنظر ده. طبعا ما بتساوي الاحرف بقى، ممكن اعيد عليها تاني بنفس اللون اللبني ده او الفيروزي اللي هو دخل جوه ده، اعيده بالفرشه الرفيعه اللي هي الفرشه القلم عشان التحديد ما يبص. اوكي، عشان لو القطنه تاخدي بالك ان القطنه بصي بتتنعكش ازاي كده. فانا لسه ما فكرتش اذا كنت اسيبها كده كفايه النقط اللي في الدوائر دي ولا اكمل نقط جوه، لسه مش عارفه بصراحه. عموما هو ده شكلها، بس انا لسه ما اكملها ان شاء الله وتنشف اوريها لكم بقى مع الطقم كله على بعضه. باذن الله هيبقى شكلها حلو جدا. وبعدين في فيديوهات تانية في طقم بهارات عاملاه بإذن الله، برضو طقم توابل تركي برضو لسه بفنش فيه وإن شاء الله هنزله، وإزازتين برضو الزيت والخل عملتهم برضو إعادة تدوير تركي. بإذن الله برضو انتظروني فيديوهات جديدة جاية وتغيير شامل لمطبخي، برضو تغيير مطبخي هغيره بإذن الله إلى حد ما إلى شكل تركي شوية. الألوانات المبهجة الجميلة الحلوة اللي كل اليوتيوب دلوقتي عاملة ضجة، فبإذن الله فيديوهات تانية جاية كتير انتظروني فيها إن شاء الله. بس لما تخلص تنشف بإذن الله هوريكم الشكل النهائي بتاعها. أوكي، ورجعت لكم خلصتها خلاص. ادي الشكل النهائي، انا بحب اللون ده قوي اللي هو اللون السماوي او الفيروزي، انا بحب اللون ده جدا بجد، حلو قوي وطلعت شيك. وكفايه انها تعب ايدك انت اللي عملتيها بنفسك، وحاجه شيك في مطبخك.
يا ستي مش شرط ان انت تقدمي فيها حاجة، كفاية ان انت تحطيها في المطبخ كديكور. جميلة جدا، ويا رب الفكرة النهاردة تكون عجبتكم. هي مفرقعة الدنيا على اليوتيوب، مش اختراعي بس انا حبيت ان انا اجدد وفيها ايه لما اجرب. وانت كمان قومي جربي، اكيد كل بيت فيه صينية قديمة، فيه ازازة قديمة، فيه اي حاجة قديمة، قومي اعملي اعادة تدوير. بجد فكرة جميلة وحلوة قوي، وهتشجعك وهتفتح نفسك ان انت اي حاجة عندك مهملة هتعيدي اعادة تدويرها وهتشتغلي بيها وهتنفعك. ويكفي ان انت تتفرجي على مجهودك، بجد حاجة تفرح. ما تنسونيش باللايك للفيديو لو عجبكم، واللي أول مرة يشرفني في القناة ياريت الاشتراك مع تفعيل الجرس. كانت معكم نونا الحجيري، وبإذن الله فيديوهات كتير من النوع ده إن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.